السلام عليكم. اليوم حنبدأ الحلقة الثالثة من حلقة التوكيدات الذاتية والإيجابية اللي احنا وعدناكم فيها كبونص على كورس الزيتون أسهل الطرق لتطوير ذاتك. طبعا هذه الحلقة الثالثة من البونص من الفيديوهات الثلاثة اللي احنا وعدناكم فيها. واليوم إن شاء الله حشارك معكم تجربتي الشخصية لممارسة التوكيدات الإيجابية والذاتية اللي هي فعلا بتأثر في حياتنا بشكل كبير جدا، سواء أنت حسيت أو ما حسيت، لكن أنت حتشعر بهذا الكلام في الوقت المناسب وبتأثير ذلك. أنا زي كنت يعني كثير أني ما أحس بهذا الشعور، أنه كيف أنا أمارس توكيدات ذاتية، كيف أنا أشغل توكيدات ذاتية، أنا يعني ما بحس لها تأثير، وأنا بردد كلمات وعبارات وفقرات للأسف ما لها تأثير. لكن هذا الكلام كان في البداية، لكن أنت لما تجرب وتبدأ أنه أنت كل يوم تردد هذا الكلام وهذه الفقرات والعبارات وتبدأ تتأثر فيها ومشاعرك تتفاعل مع هذه العبارات، خليني أحكي لك أنه حتلاقي تأثير سحري لا يوصف لأثر هذه التوكيدات. وهذا بالفعل يعني أنا حسيت في بعد فترة زمنية معينة أنت حتبدأ تحس فيه. طيب شو حيصير معك؟ انه بعد فترة حتصير انه لو انت بطلت تمارس هذه التوكيدات حتلاقي نفسك انه انت بحاجة لممارسة هذه التوكيدات، وهذا شيء رائع. يعني انا كنت ابدأ يومي، احيانا ابدأ بعض ايامي للانشغال او مثلا لحالة طوارئ، اني مثلا ما اقدر امارس التوكيدات الايجابية في هذا اليوم صباحا، فبالتالي احس شيء نقصني، في شيء يعني غلط، في شيء مش طبيعي انا اليوم صار معي، فبالتالي سرعان ما اني اتجه وامارس هذه التوكيدات مثلا عصرا المغرب وما الى ذلك. بالتالي انا هنا ان شاء الله حمارس معك التجربة العملية بنفسي، طبعا الفقرات العبارات اللي انا بحكيها وبمارسها، وكيف وضعية الجلوس، وكيف يعني وضعية التأمل، وشو شروط هذا التأمل، شو تعمل قبل ما تبدأ هذه التوكيدات. خليك معي في هذه إن شاء الله الحلقة، حلقة رائعة وممتعة إن شاء الله تستفيد منها، وبإذن الله تعالى تتغير حياتك 180 درجة. وأهلا وسهلا بك من جديد في هذا المكان الجميل والرائع اللي احنا اليوم حنمارس فيه بعض التوكيدات الإيجابية والذاتية. طبعا زي ما تعرف انه موضوع التوكيدات الإيجابية من الأفضل أن يمارس من مكان جميل ورائع له علاقة بالطبيعة، يعني مثل هذا المكان. يعني خليني أحكي لك انه دائما أنا حرص أني أنا بمارس توكيداتي الذاتية والإيجابية في أماكن جميلة، مثل بحر، مثل يعني متنزه، مثل أشجار، مثل حديقة، مثل صحراء، مثل بحر، زي ما حكينا، مثل مثلا ممكن يكون داخل البيت، لكن يكون مثلا قريب من مكان فيه الهواء الطلق، مثلا في البيئة، في الطبيعة وهكذا. يعني أنا بحكي لك أنه من الضرورة أن يكون في طبيعة أو ما له علاقة ريليتد بالطبيعة، تمام؟ ليش؟ أنه لازم أنا أتنفس الأكسجين النقي. يعني أنا في البداية ليش؟ لأنه أنا قبل ما أبدأ أحكي التوكيدات الذاتية والإيجابية لازم أتنفس يعني بعض خلينا نقول يعني بعض المرات نفس عميق، تمام، وشهيق، بعد يعني شهيق وثم زفير طويل، تمام. هذا مهم جدا. ليش؟ لأنه أنا لازم أكون في حالة استرخاء تام، في وضعية الجلوس اللي فيها استرخاء، تمام، يعني وفيها راحة وفيها عقل صافي، فيها ذهن متفتح، فيها تركيز عالي، فيها أيضا إحساس أنه الجسم يعني مسترخي تماما. ليش؟ عشان هنا تحدث يعني فعلا التأثير الخاص بالعبارات اللي أنت بدك تتكلم فيها. يعني لما أنا أقول مثلا أنا إنسان إيجابي، أنا إنسان رائع، أنا إنسان أستحق النجاح، أستحق الحياة، أنا إنسان طموح، أنا أؤثر مثلا في غيري بالخير، أنا أستحق الحياة، أستحق النجاح، هذه الكلام، الكلمات هذه مدلولاتها، لازم أنا جسمي وعقلي يكون في حالة استرخاء تام حتى يتقبل العبارات والألفاظ والكلمات اللي أنا برددها على لساني. هذا من المهم. يعني خلينا أحكي لك أنه ما بينفع أنه أنا أعمل توكيدات ذاتية أو إيجابية وأنا في حالة مثلا عصبية، في حالة هيجان، في حالة مثلا توتر وقلق وخوف وما إلى ذلك، أنت هيك مش حتأدي الغرض منها، تمام؟ فأتفق معك أنه أنت لازم تكون في حالة ذهنية رائعة، في حالة استرخاء تام، في حالة صفاء ذهني، في حالة تركيز عميق في موضوع الفقرات والألفاظ والكلمات اللي احنا بدنا نحكيها عشان مشاعري تقدر تتفاعل مع هذه الفقرات وهذه الألفاظ. طيب الآن خليني أحكي لك بعض الشروط أيضا المطلوبة. الآن أنا مثلا هنا بجهز كرسي، تمام، كرسي لازم يكون مريح أيضا، يعني وضعية الكرسي تكون يعني مريحة للجسم، يعني أيضا الجلوس على الكرسي يكون وضع مريح، أيضا وضع الأرجل يعني تكون يعني في وضع راحة تامة،
الأيدي تكون هي موضوعة على الجانبين، تكون أيضا في حالة استرخاء، تكون موضوعة بشكل غير مشدود، يعني أنت الأرجل والأيدي يكونوا غير مشدودين، تمام، يكونوا في حالة استرخاء، زي ما حكينا أنه الجسم كمان كله لازم يكون في حالة استرخاء، لكن إحنا بنقول الإيدين هدول تمام، والأرجل لازم يكونوا أيضا أركز عليهم يكونوا في وضع من الاسترخاء، يعني ووضعية الجلوس المريح والصحيح، تمام؟ بالإضافة أني أنا أيضا الظهر لازم يكون مسنود يعني للوراء نوعا ما، الأكتاف تكون مسنودة للوراء أيضا، تكون اليدين موضوعة يعني على الجانبين، تمام، بشكل فيها استرخاء، يعني وضعية الجسم بشكل عام والجلوس تكون وضعية مريحة جدا وفي وضع استرخاء، حتى أني أنا أحقق أهداف وشروط طبعا التوكيدات الذاتية وأنها تأثر فيها بشكل جميل وجيد. وخليني أبدأ معاك أيضا الآن في وضعية الجسم والجسد والرئتين. مهم جدا أني أنا برضو أملأ الرئتين بالأكسجين النظيف المرتب الحلو في هذا المكان خصوصا. فأنا دائما شو بساوي، بحاول أني أخذ نفس عميق لمدة 10 مرات، تمام، على الأقل على الأقل إذا ما كنت يعني متمكن ما في معك وقت خذ لي 3 مرات مثلا، وبعد ذلك أخرج يعني الزفير الطويل، تمام. يعني الان حنبدا بهذه العمليه، عمليه التنفس، اوكي. طبعا انا بحاول دائما في يعني من عاداتي اني بغمض العينين، تمام، وبعد ذلك باخذ الاكسجين العميق يعني النفس العميق، طبعا انت لاحظ انا اخذت الاكسجين تقريبا يعني بعد 10 ثواني، طبعا باخذ هذا الاكسجين، بخلي هذا الاكسجين في الرئتين داخل الرئتين لمده يعني من 10 ثواني الى 20 ثانيه، يعني قديش انت بتتحمل، جميل جدا انت تخلي هذا الاكسجين لانه هذا بيوسع من الرئتين، وايضا هذا ينتقل الى جميع خلايا الجسم، لانه احنا بنعرف خلايا الجسم تعتمد على الغذاء والاكسجين، لازم كره الدم الحمراء تحمل معها الغذاء والاكسجين لمين، لخلايا الجسم المختلفه عشان تملاها بالحياه وتنمو تتكاثر هذه الخلايا. فبالتالي إذا أنت منعت نفسك، لاحظ املأ نفسك عن الأكسجين يعني 5 دقائق بتودع، تمام، لا تبقى على قيد الحياة. فعشان هيك من المهم أنه والضروري يعتبر الأكسجين والهواء عامل أساسي لحياة الإنسان. لما أنت تشبع جسمك ورئتينك وعقلك بالأكسجين يعني النظيف والنقي والرائع، لاحظ أنه صحتك النفسية والجسمانية والعقلية بتتحسن بشكل غير ملحوظ، وهذا حتلاحظه يعني بعد أنت ما تكرر هذه المحاولة. فبالتالي اتفقنا ناخذ هذه العمليه، نكرر هذه العمليه 10 مرات، اني اخذ انا نفس عميق، تمام، الكل ياخذ نفس عميق معي، حاول تتدرب على هذه الجلسه الوضعيه الصحيحه، طبعا انا باخذ هذا الاكسجين لمده 10 ثواني. انا عندي يعني بحاول اتفاعل اكثر لما انا اغلق العينين، في ناس ما بيحبوا يغلقوا العينين، هذا شانك يا صديق، كيف انت بتمارس، كيف انت تتفاعل مع هذه العمليه، انا يعني ترك لك هذا المجال، تمام، لكن لازم تحافظ على الشروط الاساسيه. هذه العمليه يمكن 10 مرات في يعني انك تاخذ اكسجين وتخرج الزفير يعني لمده تقريبا نقول 12 ثانيه 15 ثانيه شيء رائع، انه انت تخرج كل زفير بشكل عميق، اوكي. هذه العمليه الاولى المطلوبه منك ولازم تحسنها، لانه والله هذه فقط لوحده النفس العميق، انك تاخذ وتشبع جسمك ورئتينك وعقلك وخلايا جسمك، بعد ذلك تخرج الزفير الطويل، هذا شيء يحسن من حالتك المزاجيه، يعطيك نوع من السعاده، يعطيك من نوع من الصفاء، التركيز الذهني العالي المتفتح، النشوه، هذه كلها اشياء يحسن من صحتك النفسيه العقليه الجسمانيه، كل شيء يتحسن بس جراء النفس الصحيح. طيب خليك معي في النقطه الثانيه. انا الان لما قبل ما ابدا امارس التوكيدات الايجابيه، ايضا في شرط مهم جدا، انه انا لازم يعني ادخل في حاله يعني توطيد العلاقه مع الله عز وجل، هذه مهمه جدا، انا عندي استراتيجيه لابد من تطبيقها قبل الدخول في موضوع التوكيدات الايجابيه. ليش؟ لانه انا دائما بحاول اخلي مصدر تعزيز التوكيدات الايجابيه والفقرات والكلام اللي انا بحكيه الى الله عز وجل، هذه دائما انا بحاول اربطها اشد الارتباط، لانه زي ما حكينا مصدر التوفيق من الله عز وجل،
ودائما أنا بكرر في عبارات التوكيدات الإيجابية: وما توفيق إلا بالله، علي توكلت عليه ونيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم إني استبرأت من حولي وقوتي والتجأت إلى حولك وقوتك يا رب. فبالتالي هذه العبارات الفقرات بتخليك يعني تربط علاقتك وتوجه كل يعني قلبك وعقلك وأحاسيسك ومشاعرك وكل كينونتك هذه الإنسانية إلى الله عز وجل، إنه أنت لا حول ولا قوة وأنت معطي الحول والقوة لمين؟ لله عز وجل. هذا بيعطيك نوع من عدم الاعتماد على البشر واللجوء إليهم، بل اللجوء إلى القوة العليا، القوة يعني اللي ما بعدها مثيل، القوة التي يعني ما في إنسان بيقدر يأثر فيك بعد إنه ركونك إلى الله عز وجل إلا الركن العظيم العظيم القوي المتين المتكبر. يعني لما أنت تلجأ له فأنت بعد ذلك لن تخاف ولا تخشى أحد. بالتالي هنا وجه بوصلتك لله عز وجل، أوكي؟ فلازم أنا الآن أتوجه في يعني في حالة سكينة مع الله عز وجل، إني أتوجه إليه ببعض الكلمات: يا الله يا الله يا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الكلمات والعبارات هذه والفقرات بتخلي عندك يعني الروح تشتعل، أوكي؟ لما أنت روحك تشتعل فتجد الطمأنينة والسكينة والصفاء الذهني، فهذه بتأهلك لحالة يعني حالة السكينة والطمأنينة اللي أنت بتصير عندك الآن من جراء ذكر الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فبالتالي هنا أنا بجهزك لأنه تدخل إلى التوكيدات الذاتية والإيجابية يعني صفاء ذهني بسكينة باطمئنان بحالة من الروعة اللي ليس لها مثيل. فبالتالي هنا لما تمارس التوكيدات وتردد هذه الفقرات والألفاظ هي حتؤثر في التأثير غير عادي غير مسبوق، تمام؟ فبالتالي لازم أنا أكرر وأذكر الله عز وجل: لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، 3 مرات نكررها، لا إله إلا الله نكررها مثلا 7 مرات، لا حول ولا قوة إلا بالله نكررها 3 مرات مثلا، وما تثق إلا عليه توكلت وإليه أنيب، وهكذا. يعني حاول أنه أنت تكرر هذه الفقرات والعبارات أكثر من مرة. وخليني أنتقل معك إلى مكان آخر أنا بمارس فيه التوكيدات الإيجابية. طبعا أنا حابب أنه في هذا الفيديو أني أتجول معك في الأماكن اللي أنا يعني بمارس فيها هذه التوكيدات الإيجابية والرائعة. ولاحظ أنه أنت دائما الوقت اللي أنا بمارس فيه التوكيدات الإيجابية بكون إما يعني صبيحة اليوم أو ممكن قبل غروب الشمس، تمام؟ غروب الشمس أو وقت الضحى من الأوقات الرائعة اللي أنت بتكون فيها صافي الذهن مركز، بتكون فيها مثلا بداية يوم في نشاط، في مثلا العقل لسه يعني ما امتلأ بشيء، فبالتالي أنت بتأكد على نفسك بالنجاح والطموح والروعة وتحقيق الإنجازات والسعادة وإلى آخره. فبالتالي أنت بتبدأ يومك بدفة رائعة. طبعا هذا أحد مكونات دفة الصباح زي ما أنا بحكي في تمرين دفة الصباح اللي احنا أخذناه في الكورس، إذا فاكرين في الحلقة الأولى أكدنا عليه، تمرين دفء الصباح من بين التوكيدات الإيجابية والذاتية. خلينا ننتقل معك إلى مكان آخر ونحكي في بعض العبارات والتوكيدات اللي أنا بمارسها، فهيا بنا. برحب فيكم من جديد وفي مكان جديد أنا بمارس فيه التوكيدات الذاتية والإيجابية، وهذا المكان يعني من أجمل الأماكن اللي أنا دائما بمارس فيها هذه العادة، عادة التوكيدات الذاتية أو الإيجابية. وهنا طبعا يعني أنت ممكن تيجي على البحر مثلا، يعني أنا بغتنم دائما أي فرصة باجي فيها على البحر، وبحاول إني أنا دائما أمارس التأمل والتنفس العميق والتوكيدات الإيجابية. مكان رائع كثير إن أنت تفرغ شحنتك السلبية أو الطاقة السلبية الموجودة عندك، أيضا تأكد على ذاتك إنه أنت بتستحق الأفضل والنجاح والطموح، وإنه أنت أيضا تصنع أهدافك. هنا مكان جميل جدا، ممكن أنت تمارس طبعا زي ما حكينا من المكان اللي أنت بتحبه، ولكن البحر إحدى الأماكن اللي أنا بقترح عليك إنه أنت تمارس فيها أيضا توكيداتك الإيجابية والذاتية، لأنه مكان جميل جدا ورائع، وفعلا يعني التوكيدات الإيجابية اللي أنت بترددها وبتحكيها يعني سوف يعني تكون لها نتائج رائعة، لأنه هي تلامس مشاعرك يعني النفسية والحسية. عشان هيك أنا بحكي لك إنه أنت مارس توكيداتك، مارس الإيجابية في أي مكان أنت بتشقه وتحبه وتريده، ولكن أنا بقترح لك إحدى الأماكن. خلينا نشوفك في مكان جديد.
اهلا وسهلا بكم مجددا في حلقه التوكيدات الايجابيه. بنكمل معكم الحلقه وان شاء الله هستعرض معكم الان تمرير رقم 8 وهو خاص بموضوع التوكيدات الايجابيه والذاتيه، وحنستعرض بعض الفقرات والعبارات اللي انا برددها والان هي موجوده معي. طبعا هستعرض معك الان على اللابتوب تمام الخاص بي موضوع الفقرات، حنذكر الفقرات هنذكر بعضها وان شاء الله يعني تكون هذه الحلقه ناجعه وفعاله باذن الله. اذا انت اتبعت التعليمات وبالفعل التزمت بهذه التوكيدات تمام هتتغير حياتك وتاثر عليك بشكل كبير، لانه احنا حكينا انه التوكيدات الذاتيه والايجابيه لو انت حافظت عليها بشكل يومي هذه حتكون هي جزء من معتقداتك، وبالتالي حتحول ان شاء الله انت الكلام اللي انت بتحكيه وبتتلفظه يوميا وبتردده على نفسك وعلى عقلك في الاخر حيكون هو جزء من اعتقادك، وبالتالي حتم ترجمته الى افعال وسلوكيات في حياتك الخارجيه، لانه انت عالمك الداخلي دائما بينعكس في العالم الخارجي وما تفكر به وما تشعر به. عشان خليك معي على الان في موضوع اللابتوب الخاص بي ان نستعرض هذا التمرين ونستعرض بعض الفقرات. الان نذهب الى هذا التمرين. اهلا وسهلا بكم، ورجعنا لكم ونكمل مع هذا التمرين، تمرين رقم 8. واحنا طبعا استعرضنا في الشتات الماضيه بعض الاماكن اللي انا بمارس فيها توكيداتي الذاتيه والشخصيه، والحمد لله يعني احنا بنتامل تستفيد من هذه الحلقه. ليش؟ لانه انا بعكس قاعد تجربتي الشخصيه وانت بامكانك انه تستفيد من هذه التجربه وان شاء الله تستفيد منها وتؤثر فيك. طيب اليوم خليني اعرض معك انا تمرين التوكيدات الذاتيه، تمرين رقم 8. هذا التمرين هو في قائمه التمارين انا ارفقته لحضرتك، تمرين رقم 8. هذا خاص بالحلقة اللي هي البونص المجانية، وخليني أبدأ معك بدون يعني رغي كتير وحكي كتير. طيب حكينا أنه إحنا بعض الشروط من ذكرك فيها أنا طبعا تطرقنا إلها، ولكن أنا بحب أذكرك إلها. أول حاجة زي ما حكينا بتحرص على وضع الجلوس الصحيحة اللي إحنا دربناك عليها، أنه أنت تجلس على الكرسي بشكل مرتاح وفي انسيابية وفي استرخاء وكل يعني العضلات عندك مرتاحة على الآخر، وحاول أنه أنت يعني ما يكون شيء مشدود من العضلات أو مثلا عضو من أعضاء جسمك، عشان إيش؟ أنت تمارس توكيدات بشكل رائع. اثنين، ايضا اختيار المكان المناسب. احنا حكينا بعض الاماكن، ممكن انت مثلا في حديقه على البحر مثلا، في مكان انت بتحبه، في البلكونه مثلا في البيت، المهم تكون يعني صديق للبيئه، قريب الى البيئه، حتى انه انت يعني تؤدي التوكيدات في حاله يعني في جو بيئه رائعه، في نفس عميق، في استنشاق الهواء رائع، في مثلا منظر جيد رائع وهكذا يعني. طيب ايضا زي ما حكينا انه تحرص على ذكر الله عز وجل، انه انت دائما تبدا توكيداتك بذكر الله عز وجل، سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله اكبر مثلا، لا اله الا الله يعني سبحان الله والحمد لله، الله يحميني الله يحرسني، انا في رعايه الله انا في معيه الله وهكذا، يعني تذكر الله عز وجل قبل الدخول في بالبروسيس الخاصه بعمل التوكيدات، لانه طبعا الله عز وجل يعني دائما احنا نلجا اليه في كل شيء تمام. طيب ايضا فقره للشخصيه الخاصه بك يعني تمام، وحنذكر الان بعض التوكيدات، خليك معي وركز في هذا التمرين. إذا زي ما انت ملاحظ التوكيدات انا اول شيء دائما ببدا سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر. طبعا احنا زي ما حكينا ممكن انت مثلا تغمض عينيك مثلا وتسترخي هيك يعني زي ما حكينا، طبعا تاخذ 10 مرات اكسجين نفس عميق لمده 10 ثواني، بعد هيك يعني تخرج هذا الاكسجين من خلال الزفير طبعا الطويل حتى انه هذا يؤدي غرضه في عمليه الاسترخاء تمام. بعد ذلك انه زي ما حكينا بتكون انت في حاله يعني من التغيير للتاثير، انه الكلمات والالفاظ اللي انت ممكن تحكيها حتؤثر عليك بشكل او باخر. ليش؟ لانه انت في حاله استرخاء تمام. طيب الآن أنا حبدأ في ذكر الله عز وجل، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر، هذه طبعا دائما أنا لازم أبدأ فيها، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. طبعا أنت لازم تحكي هذا الكلام وأنت هيك يعني متأمل ويعني متمهن في نوع من يعني خلينا نقول البطء، يعني أقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر تمام، نتأمل في المعاني هذه، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، طبعا هيك يعني يكون في من الصدر تخرج الهاء، الهاء هذه من الصدر تخرج تمام.
يا ربي لك الحمد والشكر على جميع النعم. طبعا نشكر الله عز وجل ونحمد ونثني عليه. يا ربي إني أغرق في نعمك فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي يا الله يا ربي يا الله يا ربي يا الله. طبعا مناجات الله عز وجل، مناجات الله هذه طبعا بتحسك وتشعرك بنوع من التذلل لله عز وجل، وأنت بحاجة إلى الله عز وجل. فبالتالي ربنا حيوفقك بإذن الله تعالى وحيستجيب لك، لأنه أيضا في إحنا هي نوع خلينا نقول من التوكيدات اللي فيها نوع من الدعاء أيضا، فما حتلاحظ هذا الكلام. طيب يا رب ارزقني حبك وحب من يحبك، يعني ما في أروع من حب الله عز وجل وأن أنت تحب الله عز وجل. إنما يا ربي سيهدي، طبعا هذه العبارة تكررها 3 مرات، يا رب ارزقني حبك وحب من يحبك، يا رب ارزقني حبك وحب من يحبك، يا رب ارزقني حبك وحب من يحبك. تمام، إنما يا ربي سيهدي، إنما يا ربي سيهدي، إنما يا ربي سيهدي، إن كان الله معنا فمن علينا، إن كان الله معنا فمن علينا، إن كان الله معنا فمن علينا. طبعا بعد هيك أنا ببدأ بحكي بعض التوكيدات الشخصية اللي بتهمني أنا كمان أكثر. أنا شخص إيجابي، أنا شخص إيجابي، أنا شخص إيجابي، وحاول تكررها قدر الإمكان. إذا أنت بتعاني من سلبية شديدة حاول تمارس أكثر من 3 مرات هذه العبارات والفقرات. طيب أيضا أنا سعيد بذاتي، أنا سعيد بذاتي، أنا سعيد بذاتي، أنا أحب ذاتي، أنا أحب الجميع، أنا أحب الجميع. يعني العبارات لازم يكون فيها أيضا مدلول حبك لله، حبك لذاتك، حبك للجميع. هذا سبحان الله بيعطيك نوع من المشاعر الإيجابية والرائعة اللي بتعود على نفسك بالطيبة وبالأمل وبالحنية، وخلينا نقول انه بالصفاء وبطيبة القلب، وانه ما تقسو ما تكره ما تحقد، الغضب والكره والبغضاء والشحنة، هذه كلها يعني تورث النفس للأسف الأمراض النفسية والشعورية والجسدية. تمام، فأعترف لنفسي أني شخص إيجابي، أني شخص محب لذاتي، أني شخص محب للجميع. أوكي، طيب أنا شخص رائع، أنا شخص رائع، أنا شخص رائع للغاية، مثلا ممكن نزيد عليها. أنوي تحقيق أهدافي وأمنياتي، أنوي تحقيق أهدافي وأمنياتي، أنوي تحقيق أهدافي وأمنياتي. أشعر بالرفاهية والصحة والثراء، أشعر بالرفاهية والصحة والثراء، أشعر بالرفاهية والصحة والثراء. أنا شخص سعيد بكل ما لدي من نعم، فالحمد لله والشكر كله لله. أنا شخص سعيد بكل ما لدي من نعم، فالحمد لله والشكر لله. أنا شخص سعيد بكل ما لدي من نعم، فالحمد لله والشكر لله. أستطيع فعل الأشياء التي أخطط لها، أستطيع فعل الأشياء التي أخطط لها، أستطيع فعل الأشياء التي أخطط لها. طبعا هنا أنت لازم تعمل تك على كلمة الاستطاعة. ليش؟ لأنه أنت لما بتعمل تك على الاستطاعة فهنا بتحس أنه هي في نفسيتك بتكون لها أثر بالغ في المشاعر، وأنه بكون من السهولة تتفاعل مشاعرك مع هذه الألفاظ، فبالتالي يعني بتساعدك على توليد يعني إجراءات سلوكية رائعة يعني للأكشن. تمام، فمهم جدا أستطيع، أستطيع يعني تقولها بشدة وقوة وثقة. أنا مستعد للنجاح، أنا مستعد للنجاح، أنا مستعد للنجاح، النجاح هو حليفي، النجاح هو حليفي، النجاح هو حليفي. إن هذا اليوم هو يومي، إن هذا اليوم هو يومي، إن هذا اليوم هو يومي. الإيجابية خيار يمتلكه الجميع، الإيجابية خيار يمتلكه الجميع، الإيجابية خيار يمتلكه الجميع. السعادة تحيط بي من كل مكان، السعادة تحيط بي من كل مكان، السعادة تحيط بي من كل مكان. طبعا أنت ممكن يعني تعمل بعض الإشارات هيك، يعني السعادة تحيط بي من كل مكان، السعادة تحيط بي من كل مكان، السعادة تحيط بي من كل مكان، يعني كأنك تحضنها وكأنه هي شيء يعني حضنك واحتضنك. تمام، تتخيل ذلك. الإيماجينيشن يا جماعة مهم جدا في موضوع التوكيدات اللفظية، لأنه الإيماجينيشن يعني أكثر شيء بيخليك تتفاعل مشاعرك الداخلية، تتفاعل مع الكلام اللي تبتحكيه، وبصير فرصته لأنه يتحول إلى إجراءات سلوكية على أرض الواقع، ويتم ترجمته إلى إجراء سلوكي. تمام، في العالم الخارجي، أنه أنت يعني تتخيل قدر الإمكان بأنه واقع حقيقي هذا التوكيدات اللي أنت بتحكيها. تمام،
هيك أنا خلصت تقريبا من عرض يعني التوكيدات الذاتية والإيجابية، وحكينا ذكرناك ببعض الشروط الخاصة بها. أنت ممكن طبعا هذه هي مش الحصرية، يعني في هناك بعض التوكيدات أنا حزيدها أيضا كمان، يعني أنا حعمل أبديت دائما على النسخ الخاصة بالكورس هذا بإذن الله تعالى، عشانك لازم أنت تتابع الأبديت. طبعا أنت مجرد أنه أنت اشتريت هذا الكورس خلاص أنت امتلكت هذا الكورس مدى الحياة، وبتقدر تشاهده من على موقعي، لكن تابع التحديثات يعني كل فترة أخرى، يعني كل 6 شهور أو كل مثلا يعني كل 6 شهور أنا حريص إني أعمل أبديت لهذا الكورس بإذن الله تعالى، تمام؟ فبالتالي مهم جدا اتابع الحلقات ومدى يعني تطورها والتوكيدات اللي أنا خصوصا الحلقات فيها يعني نوع من التعديل، نوع من التغيير، الأبديت هذا يعني مش طبعا التوكيدات هي الحصرية، في توكيدات كثيرة ممكن أنت تصنع توكيدات بذاتك لنفسك، أوكي؟ لكن مهم جدا إنه على الأقل تمارس البيسك، يعني خلينا نقول فورميشن البيسك الافرميشنز تمارسها، التوكيدات الذاتيه الايجابيه تمارسها الاساسيه، بعد ذلك انت بدك تسد انت يعني براحتك، اوكي؟ هيك انا بكون انتهيت معك من الحلقه الخاصه بالتوكيدات الذاتيه الايجابيه، وانا هيك عرضت تجربتي الشخصيه اللي انا بعيشها دائما يوميا والحمد لله رب العالمين. انا عرضتها طبعا لك، هذه يعني محبه مني، وان شاء الله يكون هيك عربون محبه وزياده محبه وزياده ثقه في طبعا منصتنا 10 minutes، وان شاء الله احنا حنشارك ايضا اي حلقات مجانيه او اي شيء مجاني وانا بشوفه مفيد انا حرفعه على هذا الكورس من ضمن الابديتس اللي ممكن انا اعملها باذن الله تعالى على كورس الزيتونه. عشان هيك انا بهنيك انك يعني شريت هذا الكورس ووثقت بي، وان شاء الله ثقتك يعني مش حتروح هدر وحتكون في محلها، وانا حخليك انه انت ان شاء الله تكون يعني مبسوط جدا ولن تندم لحظه انه انت اشتريت هذا الكورس. عشان كان في كده تابعني دائما في كل شيء مجاني والمدفوع باذن الله تعالى، ان شاء الله تتطور وتتغير حياتك الى الافضل، ويا رب تضلك سعيد باذن الله تعالى وتحقق لك كل الامنيات وتكون دائما كل ثانيه سعيد. وبختم معك بالاقتباس اللي أنا دائما بردده، إنه إذا أنت عشت هذا اليوم باكتئاب وحزن فأنت فقدت سعادة 24 ساعة. عشان هيك أنا بحكي لك دائما احرص إنه أنت تعيش يومك سعيد، لأنه هذا اليوم لن يتكرر أبدا، لن يتكرر أبدا، الزمن لا يرجع إنما يتقدم. فلذلك احرص على إنه أنت تعيش دائما أيامك بسعادة ولحظات، وتعيش اللحظة اللي أنت موجود فيها وتنبسط فيها وتكون يعني أسعد ما يمكن، لأنه لن تعاد هذه اللحظات ولن يرجع بك الزمن للوراء حتى إنه أنت تعوض ما فاتك. عشان هيك أنا بحكي لك عيش اللحظة، عيش يعني السعادة، عيش الشخصية الخاصة فيك أنت، الكاريزما الخاصة فيك، وأثر في هذا العالم وتأثر بإذن الله تعالى يا رب تتغير معنا. والسلام عليكم.